السلام عليكم مشاهدين لولو يامين، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم، اليوم جبتكم الكازا بلانكا، جبتكم الدار البيضاء. المهم انا وسط الدار البيضاء، انا جيت للدار البيضاء وبغيت ندير نشارك معكم واحد الجوله خفيفه، واحد الفيديو قصير بزاف، نتمنى يعجبكم. هانتوما كتشوفوا الجو زوين، اليوم شويه الدنيا خاويه وبغيت نصور لكم هذا الفيديو القصير. هانتوما كتشوفي تشوفوا هذه هي كازابلانكا. المهم الجو زوين والدنيا نقيه ما شاء الله. اللي ما كيعرفش الدار البيضاء هي هذه. نتمنى يعجبكم الفيديو ديال لولو يامي، ما تنساونيش بلي لايك، جزاكم الله كل خير، ربي يحفظكم. جيت جوله خفيفه وقلت نصور لكم نقرب لكم الدار البيضاء اللي ما كيعرفهاش. الجو رائع والدنيا غزاله ما شاء الله. الدار البيضاء معروفه بعاصمه اقتصاديه في المغرب، هي عاصمه اقتصاديه. هنا كاين شارع غاندي حداها بوسيجور، شارع غاندي حدا بوسيجور. انتم شوفوا الجو وشوفوا الديكور ما شاء الله، الجو رائع والدنيا غزاله. المهم الى عجبكم الفيديو ديال لولو يامي ما تنساونيش بلي لايك وشكرا، ربي يحفظكم. كنشكر مشاهدي لولو يامي اللي كيصيفطوا لي التعليق الزوينه هنا. المهم المحطه ديال القطار دابا صافي غادي نمشي نرجعو ان شاء الله. مع السلامه الى الفيديو المقبل ان شاء الله، نلقاكم على خير.